السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتابع بنموذج رقم 2 اكزرسيس 3. الاكزرسيس مثل ما شايفين بيتناول البروبابيليتي، ايضا بنتمنى نقرأ السؤال وبعدين نفكر بالحل وبعدين نحضر الفيديو. وللتذكير ايضا السؤال هيدا موجود بصندوق الوصف ك ملف PDF. بنروح للسوليوشن. U contient 7 boules, 4 boules noires numérotées de 1 à 4 et 3 boules blanches numérotées de 1 à 3 et une urne V contient 4 boules, 3 boules noires numérotées de 1 à 3 et une boule blanche porte le numéro 1. Partie A. En boule de partie A, on tire au hasard et simultanément 3 boules DU. On considère les événements suivants. A, la somme des nombres portés par les 3 boules tirées et 4. B, obtenir exactement 2 boules noires. C, le plus grand nombre obtenu est 3. Partie 1, vérifier que P de A égale 2 sur 35 et calculer P de B et P de C. فإذاً عم بيقول إنه عم نسحب 3 بول simultanément de l'urne U. عم نسحب 3 طابات من الـ U simultanément. L'événement A, la somme des nombres portés par les 3 boules tirées est 4. فإذاً la probabilité l'événement A بتساوي la probabilité إنه يطلع لنا 1 1 2، أو دي هن 3 أرقام المجموعون 4 1 1 2. مثل ما حكينا منشان ما نضيع خلونا هون فقط نطلع بالأرقام ونغض النظر عن الألوان. فإذا نومبر دي كا فافورابل سير نومبر دي كا بوسيبل، نومبر دي كا بوسيبل شوا 3 بول بارمي 7 بول. عم نقول بدنا 1 1، يعني بدنا هودي الطابتين الموجودين هون، يعني شوا 2 بارمي 2 و فوا شوا. بعد بدي 2، في عندي هيدا 2 وهيدا 2، حاختار واحد من هودي 2. فإذا فوا شوا 1 بارمي 2. Choix 2 min 2 يعني 1 fois choix 1 min 2 2 sur choix 3 min 7 اللي هي 35 égale 2 sur 35. المطلوب ايضا بهيدا البارتي البروبابيليتي للايفينمون B. فإذا P de B إيجال هي البروبابيليتي للإيفينمون. عم نقول بنرجع نتذكر شو هي الإيفينمون B، obtenir exactement 2 boules noires. فإذا نحن إذا عم نسحب من هون 3 بول ليطلع exactement 2 نوار، هالشي بيعني إنه 2 نوار 2 بول نوار و 1 بول بلانش égal nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles choix 3 parmi 7. المطلوب 2 boules noires و 2 parmi 4 fois choix. ايضا المطلوب boules blanches. فاذا بدنا نختار boules blanches من اصل مثل ما شايفين 3 boules blanches fois choix 1 parmi 3. اذا نعمل كالكول، شوا 2 parmi 4 هي 6 fois 3 sur 35 égale 18 sur 35.
المطلوب أيضا بهذا البارتي البروبابيليتي للإيفينمون سي. نتذكر شو هي الإيفينمون سي، لو بلو غران نومبر أوبتونو إي 3. يعني أنا ساعة ما عم بعمل تيراج لتروا بول حيطلع عندي أكبر رقم هو 3. إذا طلعنا بالإيرن إي ليطلع أكبر نومبر هو 3، لازم يطلع لي 3 و 2 نومبر ستريكتمون انفيريور ا 3، يعني 1 2 او 1 2، او يطلع لي 3 3 و نومبر ستريكتمون انفيريور ا 3. فاذا البروبابيليتي للايفينمون سي هي البروبابيليتي انه يطلع لنا 3 اي 3 اي ان نومبر inférieur strictement que 3. بهالحالة هيدي بيطلع عندي le plus grand nombre 3، و يعني plus probabilité de l'événement يطلع لي 3 وحدة et 2 nombre inférieur strictement que 3. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles choix 3 parmi 7. فإذا بدي 3 3، فإذا بدنا 3 3، إذا طلعنا بالأورن في عندي مثل ما شايفين هيدا 3 لهون وهيدا 3 لهون. فإذا بدي هودي 2، يعني choix 2 parmi 2 fois. أيضا بدي nombre strictement inférieur à 3، يعني بدي واحد من هودي من هيدي المجموعة الموجودة هون فوا. فإذا شوا 1 parmi 4 plus nombre de cas possible شوا 3 parmi 7. عم نقول بدنا 3 وحدة، فإذا بدي وحدة من هون 2، يعني choix 1 parmi 2 fois بدي 2 nombres strictement inférieurs à 3. فإذا choix 2 parmi، فإذا بدي 2 رقمين أصغر من 3، يعني بدي أختار 2 من هودي الأربعة الموجودين هون. فإذا fois choix 2 parmi 4. نعمل كالكول 16 sur 35. Partie 2. Calculer probabilité de l'événement A union B. بداية نحن بنعرف البروبريتي اللي بتقول انه P de A union B égal PA plus PB moins P de A inter B. نحن معنا ال P لل A ومعنا ال P لل B، فإذا بيكفي نجيب ال P لل A انتر B. فإذا هنفكر نطلع ال P لل A انتر B. شو بتساوي ال P لل A انتر B؟ خلونا نرجع لل Evenement A موجودة هون وال Evenement B موجودة هون. L'événement A بتقول la somme des nombres portés par les trois boules tirées est 4. L'événement B obtenir exactement deux boules noires. فإذا ال A انتر B بدنا هودي الشغلتين يكونوا موجودين بنفس الوقت. من الواضح إنه ليطلع لي دو بول نوار و اون بول بلانش، ويكون الصام بيساوي 4. هن النوار اللي بيحمل الرقم 1 والنوار اللي بيحمل الرقم 2 والبلانش اللي بتحمل الرقم 1. هيدا هو الاحتمال الوحيد. فاذا P لل A انتر B ايجال هي البروبابيليتي دوبتينير ان A ان A ان دو B A.
égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles, choix 3 parmi 7. Nombre de cas favorables, badna nختار هاو دي 3 بول اللي هي choix 3 parmi 3. إذا بنعمل الكالكول بيطلع الجواب إيجال 1 sur 35. P de A union B إيجال ال P للA طلعت معنا 2 sur 35 plus P de B طلعت معنا 18 sur 35 moins P de A inter B 1 sur 35. Égal 2 plus 18, 20. Bietla mana 20 moins 1, yani 19 sur 35. Menrouh la partie B. Dans cette partie, on lance un dé parfait numéroté de 1 à 6. Si le nombre obtenu est pair, alors on tire au hasard et simultanément 3 boules de U. Si le nombre obtenu est impair, alors on tire au hasard et successivement, sans remise, 3 boules de V. On considère les événements suivants. R, le nombre obtenu est pair. S, la somme des nombres portés par les trois boules tirées est 4. فإذن رح نرمي هيدا الدي بكل بساطة عم نقول إذا طلع pair نسحب 3 boules simultanément de U. إذا طلع impair نسحب successivement et sans remise 3 boules de V. خلونا نعمل شوي هالإكسبيريونس. رح نرمي هيدا الدي مثلا طلع هون 6 بير، بهالحالة هيدي حنروح للأورن U ونسحب 3 بول سيمولتانيمون. رح نرمي كمان الدي طلع أيضا بير، وبالتالي هون لازم نسحب 3 بول سيمولتانيمون دي U. نرمي مرة تانية كمان طلع عندي 3 يعني أمبير، بهالحالة هيدي حنسحب 3 بول سكسيسيفيمون دو في اي سون ريميز. نسحب اول بول من اصل 4، الثاني من اصل 3، الثالث من اصل 2. بارتي 1 مونتري كو بي دو اس انتر ار بار ايغال 1 سور 8. احنا بنعرف انه بي دو اس انتر ار بار ايغال بي دو اس ساشون R bar fois P de R bar de S sachant R bar. Dans ces cas, l'événement R bar est réalisé. نرجع نتذكر R. R est le nombre obtenu pair. R bar, le nombre obtenu est impair. وبهالحالة هيدي إذا impair حنسحب 3 بول successivement sans remise de V. شو الاحتمال من هن الطابات اللي حيطلع جمعهم 4، لأنه الأس معناتها إنه الصام يطلع بيساوي 4. إيجال لـ probability للـ événement 1 1 2. وهون بدنا ننتبه، بدنا نحترم الأوردر. فينا نقول plus P2 1 2 1 plus P la 2 1 1 أو فينا نقول في عندي هون 3 إليمون، يعني 3 فاكتوريال على عندي 2 إليمون إيدونتيك اللي هن الـ 1 والـ 1 على 2 فاكتوريال. وهيدي هون هيدي الموجودة هون لـ الأوردر إيجال nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. بالنسبة للنombre de cas favorables ما ننسى عم نعمل تيراج successif sans remise، يعني arrangement 3 parmi 4. بدنا 1 1 الموجودين هون، بدنا 1 1 يعني arrangement كما شايفين عندي هيدا ال 1 وهيدا ال 1 2 parmi 2 fois. بدنا أيضا 2، في عندي هيدا 2 ما في غيره، يعني arrangement 1 parmi 1
فوا بالنسبة للأوردر 3 فاكتوريال سير 2 فاكتوريال اللي هي 3 إيغال، إذا فككنا الآن رانجيمون 3 بارمي 4 هي 4 فوا 3 فوا 2، إذا فككنا الآن 2 2 هي 2 فوا 1 فوا A 1 1 هي 1 فوا 3. إذا هودي كتبتن كبرودوي لا فراكسيون بشكل 2 سور 4 فوا 1 سور 3 فوا 1 سور 2 وهودي فوا 3. بعض التلاميذ في يتخطى هيدي الخطوة الموجودة هون وفي يتخطى الموجودة هون وبيكتب هودي الهون على الشكل التالي، والمقصود هون هو انه اول بول الاحتمال يطلع عنا A، اذا طلعنا اول بول يطلع A في عندي 2 A parmi 4، فاذا 2 sur 4 هنفترض هيدا صار برا. تاني بول يطلع A مثل ما شايفين في عندي هيدا ال A، فاذا بول parmi 3 fois A سير 3، فإذا هيدي أيضا صارت موجودة برا. بقي شو الاحتمال يطلع عنا 2 مثل ما شايفين في عندي هيدي 2 بول بارمي 2 بول فوا 1 سير 2 فوا 3 1 سير 4. بنرجع للبي للأس أنتر R بار الموجودة فوق P دو اس انتر ار بار ايغال P دو اس ساشون ار بار طلعت معنا هون بتساوي 1 سور 4 فوا ال P للار بار. بنذكر انه الار انه لي نومبري اوبتوني اي بير، يعني ار بار نومبري اوبتوني اي ان بير، بهالحالة بتساوي 3 سور 6 لانه في عندي دي. انا ساعات بنرمي الدي في عنا 1 2 3 4 5 6 الامبير اللي هن ار بار ال 1 وال 3 و 5 اللي هن 3 بارمي 6، فاذا ايغال 1 سور 4 فوا 1 سور 2 ايغال 1 سور 8. Partie 2, calculer P la S. En utilisant la formule de probabilité totale, P de S égale P de S inter R plus P de S inter R bar égale P la S inter R i P de S sachant R fois P de R plus P للأس انتر R بار طلعت معنا هلا من شوي بتساوي 1 سور 8. احنا بنعرف إذا النيميرو للفاس سوبيريير للدي طلع بير، بهالحال عم نسحب 3 بول سيمولتانيمون دي U. عم نقول شو الاحتمال يكون المجموع بيساوي 4، وهيدا ما ننسى انه طلع معنا حسب البارتي A الكبير هي البروبابيليتي للايفينمون A 3 سور 6 يعني 1 سور 2 بلس 1 سور 8 2 سور 35 فوا 1 سور 2 بلس 1 سور 8. إذا بنعمل simplification de 2 égal 1 sur 35 plus 1 sur 8، إذا بنعمل calcul حيطلع الجواب sur 280. Partie 3, la somme des nombres portés par les 3 boules tirées est différente des 4. Calculer la probabilité que le nombre obtenu soit impair. فإذا هون عم نقول la somme des nombres portés par les 3 boules tirées est différente de 4. نحن يعني بطريقة غير مباشرة عم نأكد على هيدي الإيفينمون.
بمعنى آخر فينا نقول sachant que la somme des nombres portés par les trois boules tirées est différente de 4. فإذا هيدي الإيفينمون رياليزي، فإذا P رح نحط sachant différente de 4 يعني هي الأس بار، لأنه الأس يكون الصوم بيساوي 4، الأس بار الصوم بده يكون ديفيرون دو 4. كالكولي لا بروبابيتي كي لو نومبر اوبتوني سوا امبير، فإذا شو الاحتمال إنه دي نومبر للفاس سوبيريور الموجود فوق هون يكون امبير، البير هي ار، الامبير هي الايفينمون ار بار. فإذا المطلوب البروبابيتي للايفينمون ار بار ساشون اس بار، وهيدي بدورة بتساوي بي دو ار بار انتر اس بار سور بي دو اس بار ايغال، هيدي الفوق هي البروبابيليتي للار يونيون اس كلها سوا بار على بي دو اس بار ايغال 1 موان P دو R union S على 1 موان P دو S. بالنسبة لل P لل R union S، فإذا هيدي 1 موان P لل R union S هي PR plus PS موان P دو R انتر S sur 1 moins P là l'événement S. نعمل remplacement منحط كل شيء بقيمته égal 1 moins بالنسبة ل ال P لل R هي 1 sur 2 أو 3 sur 6 plus P لل S طلعت معنا 43 sur 280 موان طلع معنا P دو R انتر S هي ذات ال P لل S انتر R، هلا حسبناها من شوي هي ال P لل S ساشون R فوا P دو R، S ساشون R حسبتها من شوي فوا 2 سور 35 فوا ال P لل R 1 سور 2 سور 1 موان P لل S بتساوي 43 sur 285 sur 79.